السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، وخبر جديد حصري أول مرة تسمعوه. ياريت تتابعوني للنهاية ومتنسوش اللايك على الخبر عشان يوصل لكم كل الأخبار الجديدة. إخمات حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر دون إصابات. الخبر المعنى بيقول: نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات. تلقت غرفة عملية شرطة النجدة بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه وتمت عملية الإخماد دون إصابات. إلى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، وخبر جديد إن شاء الله استنوني وحصري أول مرة تسمعوه. فياريت التشجيع منكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يصلكم كل خبر جديد، وإلى اللقاء.